كل شعب لبنان كل سنة وانتم طيبين. هابي نيو يير. يا رب ينعاد عليكم بالصحة. تمنى هالسنة يكون اللي جاي يكون خير على لبنان بلدي الحبيب وشعبي. إن شاء الله كل أيامكم تكون فرح وسنين حياتكم كلها يكون فيها خير وسلام وأمين يلي دايما نحن منطالب فيه وضل عنا أمل أنه نلاقيه يوما ما. ميري كريسمس وهابي هابي نيو يير. هاي حلقة جديدة من بابا وخاصة بنيو يير بتبدأ هلأ ومنستعرض من خلالها أبرز الميوزيكال مومنتس وأهم الأخبار الفنية والسينمائية اللي عشناها بالعام 2014 بالإضافة لعدد من التقارير والمقابلات اللي رح نستعرضها بحلقة اليوم من بابا من أوتيل لغراي. برحب فيكم ومنبدأ بلا أي تأخير مع الألبومات اللي احتلت الصدارة لل 2014. سنة 2014 بتلقيت بالهيت ألبومز اللي احتلت الصدارة من حيث المبيعات إن كان بالداونلود أو من خلال الريكورد شوبس. وبنهاية السنة فريق One Direction أطلق الألبوم الرابع بمسيرته الفنية اللي عمره أقل من 3 سنين واحتل المراكز الأولى بالشارتس بأمريكا أوروبا والعالم وبفترة كتير قصيرة. خلال 2014 One Direction كمان حققوا أرقام عالية بالمبيعات بألبوم Midnight Memories اللي بالرغم من كونه نزل بالأسواق بال 2013 كمل نجاحه بال 2014 بفضل عدة هيتس أبرزها Story of My Life. بنهاية السنة الكونتري بوب سوبر ستار تايلور سويفت حطمت الأرقام القياسية بألبومها الخامس 1989 اللي بيرمز للسنة اللي ولدت فيها. هالألبوم اللي تم طرحه بالأسواق بآخر شهر أكتوبر 2014 قدر بأقل من أسبوع يبيع حوالي 800,000 نسخة ولحد هلا وصلت مبيعاته لحوالي 3 ملايين نسخة بأمريكا بس. سويفت تعرضت لنقد لاذع من قبل زملائها بمجال الكونتري ميوزك بسبب توجه تايلور لموسيقى موسيقى البوب بهالألبوم وأكيد هالشي كان واضح بالهيت Shake It Up وBlank Space. مغني البريطاني سام سميث قدر بفترة زمنية صغيرة يسيطر على الساحة الفنية من خلال ألبومه In The Lonely Hour اللي يعتبر من أنجح الألبومات للبوب والسول لل 2014. موسيقى سميث وصوته جذبوا كل محبي R&B والسول والكتار من الفنانين اللي بيعتبروه أهم نجم غنائي بال 2014 مثل ماري جي بلايج جيسي جي وغيره. سام سميث حقق عدة هيتس من الألبوم مثل Money On My Mind و Stay With Me وهو ثالث أنجح ألبوم بالـ US بعد تايلور سويفت والساونتراك لفيلم Frozen بحوالي المليون نسخة. من الميل بوب ستارز اللي سيطروا على الساحة الفنية بال 2014 المغني البريطاني إد شيران نجم المفضل لدى تايلور سويفت ألتون جون جيمي فوكس وغيرهم. بال 2014 شيران حقق حوالي 3 ملايين نسخة عن ألبومه اللي انباع بالـ US والعالم وعنوان الألبوم إكس ثاني بمسيرته الفنية اللي بلشت من 4 سنين وتعاون من خلاله مع توب ستارز كتار أبرزهم فارال ويليامز اللي اهتم بتأليف وإنتاج أغنية سينج. ومنوصل لأفضل ألبومين من حيث المبيعات حول العالم ويمكن أكثر نجم حكى عنه السنة الماضية كان فارال ويليامز اللي وضع اسمه على الكتار من الهيتس بالسنوات الأخيرة مع دافت بانك جينيفر هاتسون إد شيران روبن ثيك كريس كاب وغيره. وتاني أنجح ألبوم لل 2014 هو أكيد الساونتراك لفيلم فروزن يحتل الصدارة بالـ US والعالم لفترة طويلة وبيع حوالي 4 ملايين نسخة worldwide. هيدا كان بالنسبة لأنجح الألبومز اللي سيطرت على المبيعات السنة الماضية ومين هن الفنانين والفنانات العالميين اللي حققوا نجاحات متتالية بال 2014 منشوف سوا. الفنانات اللي برزوا بال 2014 كتار ومعظمهم كانوا من الجيل الجديد من الراب مع نيكي ميناج مرورا بالبوب مع مايلي سايروس وصولا للR&B مع ريهانا. Young Girls كانوا وين ما كان خلال السنة الماضية. ومنبدأ مع المغنية السويدية توف لو اللي أمنت مكانها بين أهم نجمات الغناء للعام 2014 بالهيتس Habits و Heroes We Could Be وحققت نجاح بألبومها الأول Queen of the Clouds. توف لو بالمرتبة الخامسة. تقي للمرتبة الرابعة مع النجمة البريطانية جيسي جي اللي إلى جانب أديل تعتبر من الفنانات اللي رجعوا أمجاد البريتش سول على الساحة الفنية. جيسي جي أبدأت ألبومها الثالث بال 2014 اللي حقق مبيعات عالية وضمن الهيت بانج بانج بالإضافة لتعاونها مع دي جي كاسيدي وروبن ثيك بأغنية Calling All Hearts. المرتبة الثالثة بتحصل عليها كيتي بيري اللي صارت معروفة بالتنوع من ناحية اللوك والميوزيكال ستايل. بيري سيطرت على الشارت السنة الماضية بأغاني مثل Dark Horse, This Is How We Do و Birthday. تاليا وأريانا جراندي بيحتلوا المركز الثاني بالتساوي وهالنجمتين اللي صاروا من الفيفوريت فيميل سينجرز لدى الملايين من المراهقين بال 2014 تعاونوا سوا عدة مرات بأغاني مثل Problem و Bang Bang وحققت كل واحدة منهم على القليل 2 هيتس مثل Love Me Harder و Breakdown لأريانا جراندي.
النجمتين اللي احتلوا المركز الأول بالتوب 5 للبست فيميت سينجرز لل 2014 فهني نجمتين من أعمار وباكجراوندز مختلفة. الأولى ما بتحب الأضواء وبتفضل تشتغل بالكواليس، والثانية العكس تماماً. أكثر فنانة سرقت السبوت لايت وسيطرت على الجوائز، عناوين الصحف، الحفلات الفنية والمبيعات، مع إنها ما حققت ولا أي هيت. عم نحكي عن المغنية والسونغ رايتر سيا اللي حبيناها مع الكتار من نجوم الدانس والار ان بي مثل ديفيد جاتا وامينيم وفلورايدا، ولكنها قررت تنفرد بغناء الهيت شاندلير وتحقق من خلاله احدى انجح اغنيات 2014. شركة المرتبة الاولى ذا وان اند اونلي ريهانا اللي امضت 2014 عم تنتقل من حفل لحفل، من كفر لكفر ومن لوك للوك، تحضيرا وتمهيدا لألبومها الجديد اللي رح يبصر النور بال 2015. كمان من الميت ستارز اللي بنتوقع يبرزوا على الساحة الغنائية بال 2015 المغني كريس كاب اللي عرفناه بالهيت لاير لاير، ورح ننضم له هلا بجولة خلف الكواليس على موقع تصوير احدث اغنيته مع فرويل ويليامز لافز مي نوت. نتابع حلقتنا الخاصة من بوب اب بمناسبة نيو يير من وسط بيروت التجاري وبالتحديد من اوتيل لو غري، ومنرحب بالفنان فادي حرب اللي بينضم لنا هلا. فادي مساء الخير واهلا وسهلا فيك ببوب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانا. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. بداية خبرنا كيف كانت 2014 بالنسبة لك؟ رائعة، يعني 2014 بلشناها بشغل كتير الحمد لله وسفر كتير، ومن بعدها نهايتها بأغنية جديدة لإلي اسمها شو باكي، فالحمد لله تمام. خبرنا أكثر عن أغنيتك الجديدة اللي أصدرتها مؤخرا، وكمان شفنا لها ميوزك فيديو، فخبرنا أكثر مع مين تعاونت وكيف كانت هالتجربة. الأغنية هي اسمها شو باكي، شو باكي مش شو بكي. كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صباغ. الإخراج الكليب كان لإليت سمعان بثالث تعاون لإلي، ومع فارس اسكندر بثاني تعاون لإلي. الغنية الحمد لله يعني فيها فقشة حلوة وبنفس الوقت مهضومة، حسيتها قريبة للعالم والعالم كتير جاوبوا معها بأسرع من يعني أسرع كانت من الأغاني اللي قبلها، وتطور شوي نوعي بالنسبة لستايل الأغاني اللي أنا عم بعمله. يعني كنت قبل عم بعمل غير ستيل، فتت ب 2013 بعائل بيتوتي مع فارس اسكندر كمان، وهلأ رجعت فتت بشوباكي. بالذكر أنه الستايل اللي قدمته بهالأغنية كان مختلف كليا عن الستايل اللي عودنا عليه قبل. مزبوط، يعني فارس اسكندر شوي شالني من لوني، خليني بقلبه بس شالني بعدني شوي عنه، وكمان قرب من لونه بنفس الوقت ما قرب، يعني حاول ما بين لونه ولوني اللي بقدمه هو اللي أنا بقدمه. فكانت فكرة حلوة وتجربة جديدة لإلي كنت خايفة منها، بس نجحت بعائل بيتوتي وكفيت النجاح بشباكي اللي هلأ بينت أكثر إنه لا بقدر غني هذه الألوان وأنجح فيها. وشو عم بتحضرنا مشاريع جديدة لل 2015؟ يعني هلا في من هلا ل 2014 لراس السنه عندي سفر كتير بين دبي وبين برا اوروبا، ومن بعدها كمان رح يكون عندي لقاءات على طول بدبي، كل اسبوع رح يكون عندي سفر. فادي عم نلاحظ انه كتير من نجوم الغناء عم بيتجهوا على التمثيل، خبرنا هل حنشوف فادي كممثل غير كنجم غنائي؟ بعتقد يمكن 2015 يكون في مشروع جدي وانا حاططها قدامي، يعني بدها دراسه اكيد عم نحاول، بس المشروع جدي صار اكثر من قبل. فادي بدنا نسالك شو رايك بالاغاني الاجنبيه؟ لكن انا شوي ذا اولد سكول، يعني انا على طول اذا بتشوفي بسيارتي بسمع اولد سكول مثل الفيس هالستايل هيدا اكثر من الجديد. يعني كيف بتحب تعيد المشاهدين من بوب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانا؟ يعني من عبر بوب اب وقنوات ال بي سي وروتانا بدي اقول ينعاد عليكم، وان شاء الله بتكون سنه خير وبركه على الجميع، والسلام اهم شيء للبنان خاصه وللدول العربيه كلياتها اللي عم تشوفنا. نحن بنقول لك ثانك يو ونتمنى لك كل التوفيق. انا كمان بدي اشكركم، ثانك يو. صاير عم بخفى بكير عائل بيتوتي. هاي انا فادي حرب، عم تتابعوني على بوب اب. رح ننتقل هلا على قطر لنتابع وقيع مهرجان اجيال السينمائي، تعالوا معنا لنشوف كيف كانت الاجواء.
شهدت دولة قطر مؤخراً إطلاق الدورة الثانية لمهرجان أجيال السينمائي ليركز على الطلاب الصغار من مختلف الجنسيات إن كانوا مواطنين أو مقيمين بالدوحة ليهتموا بمشاهدة أفلام منوعة بمجال الفاميلي موفيز للدراما العائلية وأفلام الرسوم المتحركة. والهايلايت بالمهرجان اللي كان لجنة الحكم الخاصة فيه مجموعة من الطلاب اللي عمرها بين 8 سنوات وال21 سنة عرض لفيلم The Prophet اللي مقتبس عن رائعة جبران خليل جبران وبحضور منتجة الفيلم النجمة المكسيكية اللبنانية الأصل سلمى حايك اللي كمان عطيت صوتها لأحدى شخصيات الفيلم. دوحة was the birth of this film where it all started for me for my journey with the film. I think it was only fair to come back and to present the film. سلمى حايك مرت على الريد كاربت وتحدثت من بعدها عن جدة اللي بفضله تعرفت على جبران خليل جبران بالإضافة لزيارتها المرتقبة للبنان لافتتاح الفيلم. We're gonna do a premiere in Lebanon. I will of course come and it is a long dream for me and I have never been to Lebanon. And it is very strange because I've tried to come many times and every time I'm going to come, something happens. Not just in Lebanon, something happens in my life that it gets something, I cannot come or I get sick or there's some catastrophe and I don't make it. And I was wondering why is this happening? But you know what, maybe everything happens for a reason. I think it is a film that is going to bring us all together. And I hope that it makes also Lebanon and the whole region very, very proud, very proud. Break, ومنرجع منتابع حلقتنا لليوم من Pop Up من أوتيل لغري. خليكن معنا. Hi, this is Alan Kapoor and you're watching Pop Up. Happy New Year, Lebanon. Hi, Angela. It's Cody Wise. I just wanted to let you guys know, keep watching Pop Up. Hi, Wad. Hi, أنا نادين نباكيان تحتروني بي Pop Up. Hi, this is Virginia Madsen, and you're watching Pop Up. This is Lee Daniels. You're watching Pop Up. Hey, what's up, guys? I'm Alexandra Burke, and right now, you're tuned in to Pop Up. أنا خالد أبو نجا. أنا ماجد المصري. Everyone watch Pop Up. محمد كريم. رجعنا بالقسم الثاني من النيو ييرز إديشن من بوب أب وبتمنى أنه ليلة راس السنة تكون مميزة ومن أجمل السهرات بحياتكم وبتمنى 2015 تحملكم الكثير من الفرح المحبة الصحة وكل شيء بتتمنوا. رح نتابع هلأ مع الأغاني اللي حققت نجاح بال2014 ضمن البوب أب توب 5. هيدي كانت أنجح أغنية عالمية لل2014 ببوب أب وبما أنه عم نحكي عن الانترناشنال هيتس ضيفنا اليوم فنان قدر يجمع بموسيقته بين الشرق والغرب. أيوة لقيت خلاص حبيبي بقى من حظي ومن نصيبي كان. فادي بداية خبرنا كيف كانت عليك ال2014 على الصعيد الفني؟ It was good. بيجي أحلى أكيد بتخيل. وبالنسبة للأغنية اللي طرحتها مؤخراً واللي تصورت على طريقة الميوزك فيديو خبرنا أكثر كيف أجت الفكرة وعن مجريات التصوير. طلعت الفكرة أخذت الثيم من موفي اسمه أنا كارينينا. هي continuous scenes على طول عم ننقي بلا ما نجرب قد ما فينا ما نعمل cuts. الحمد لله طلعت الريزالت يعني قريب كثير على الفكره اللي كنت حاططها بالاساس لانه كان عندنا شويه مشاكل بالتصوير فاضطرينا نعيد مشاهد واضطرينا يعني صار في معنا شويه مشاكل كرمال هالموضوع بس الحمد لله الريزالت كثير قريبه على الفكره الاساسيه يعني وهوبفلي تكون الناس حبتها. وشو بتوعدنا لل 2015 من اعمال جديده على الصعيد الفني وهل ممكن نشوفك بالتمثيل مره جديده؟ في حكي عن هيك مواضيع وعلى قصة التمثيل أمين بقصة الأغاني أكيد بدي هلأ عم بشوف قصص جديدة عم بسمع عن ملحنين عم بعمل التور يعني إذا فينا نقول لنشوف شيء جديد في ايديا براسي عن غنية مع الفيديو تبعها يعني الباكج كلها هوبفلي أقدر لاقيها مع الشباب الملحنين والكتاب والموزعين وإن شاء الله بتوفق فيها يا رب. خبرنا أكثر عن أغنيتك اللي خصصتها للجيش اللبناني. حكاية نصر حكاية نصر كلمات إيمانويل إيليو إيمانويل
وألحان كريستال ملاح وتوزيع خي إلي. أغنية حلوة كتير، الفكرة تبعيتها طلعت كلها هيك مع بعضها، لأنه يعني بتحسي بالكلام جر اللحن جر التوزيع. حبيت كيف طلع، يعني كيف طلعت النتيجة فيها بالآخر والمغنى والآخره، يعني هوبفلي تكون الناس حبتها كمان. وهي كانت تحية ل يعني بأقل شيء ممكن نقدر نعمل بخصوص عيد الاستقلال أو بخصوص الجيش اللبناني أو بخصوص الضحايا اللي عم نخسرك اليوم، فهذا يمكن مينيموم فينا نعمل هيك شيء. هل في أي باد هابتس مقرر فادي يتخلى عنهم بال 2015؟ باد هابتس بتخيل يمكن لازم ارجع شوي للجيم اكثر وللاكتيف سبورتيف اكتيف لايف، يعني اذا فينا نقول، لانه هيك شوي حسيت حالي بعدت، فيمكن هذا الكسل اذا فينا نقول، هو مش كسل يعني، بس انه نسبه لإلي بعتبره كسل، يمكن بدي اتخلى عنه ب 2015. وكيف بتحب تعيد كل مشاهدين بوب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانا بمناسبه كريسماس ونيو يير؟ بحب لكم ان شاء الله تكون اول شيء ليله ميري كريسمس وهابي نيو يير، ان شاء الله تكون ليله الكريسمس حلوه كثير وتنبسطوا فيها مع اجواء العائله، ونيو يير تكون سهره والعانه ما بتفهم. هوبينج لل 2015 انها تكون اجمل من السنين اللي راحت، وتكون على علينا كلنا وعلى الميدل ايست ككل وعلى العالم كمان. هاي ذس از فادي اندراوس، واتش مي على بوب اب. وبما أنه نحن بأجواء نيو يير، خلينا نعمل جولة على أبرز الدانس هيتس لل 2014. So let's dance. دي جي والمنتج كالفن هاريس كان أكثر اسم تم تداوله بمجال الدانس ميوزك خلال 2014، وقدر يحقق عدد من أنجح الهيتس مثل Summer وبليم ومؤخراً Outside من ألبوم Motion، يحتل المراتب الأولى حول العالم. دي جي النجم أفيتشي اللي تعرض لوعكة صحية السنة الماضية اكتفى بتقديم اثنين هيتس، الأول Lay Me Down مع أدم لامبرت ونايل روجرز، والثاني The Days مع روبي ويليامز، وناطرين الألبوم الجديد بال 2015، وبالإضافة لتعاونه مع الكوين أوف باب مادونا. أورا انضمت لإيكي أزاليا بالنمبر 1 دانس هيت بلاك ويدو، احتلت المراتب الأولى، بينما تيستو عمل كومباك بالهيت ريد لايتس من ألبومه A Town Called Paradise. أما كلين باندت وجيس جلين فكانوا أكثر دانس أكتس معنيهم بال 2014 من خلال النمبر 1 هيت Rather Be، اللي هو تاني أفضل هيت باليوكي للعام 2014. بريك ومنرجع نتابع حلقتنا الخاصة من بابا، بخليكن معنا. Hi, this is Paul Bettany and you're watching Pop Up. Oh, Happy New Year. Hi, أنا دومينيك حوراني، عم تحضروني ب Pop Up. تابعوا كل أخباري عبر شاشات روتانا. Hi, this is Olga Kurylenko, you're watching Pop Up. معكم فادي حرب. تابعوا أخباري كلها عبر برنامج Pop Up على ال بي سي وقنوات روتانا. جيني إسبير. This is out of Wally from Dubai. Just a big hi to all my audience out there in Lebanon. فيكن بالقسم الثالث من بوب اب، وهلا رح نستقبل الكاست والكرو الخاص بموفي سينجل ماريد ديفورس للكاتبه والمنتجه نيبال عرقجي، وهيدا فيلم الثاني بعد قصه ثواني. نيبال اهلا وسهلا فيكي ببوب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانا. صح. بدايه حابين نعرف كيف ولدت فكره الموفي، وهل هي مستوحاه من الواقع اللي نحن عايشينه؟ هلا هي انت طالع حواليك حتشوفي كل اللي حتشوفيه بالفيلم حتشوفيهم بالحياة، يعني ما اخترعت شيء، طلعت حوالي وكتبت. وين مخبي وجه الناس؟ كلهم رح يسألوني ليش بنتك اللي صارت قد الجحشة وبعد ما تجوزت. لا لا والله بشرفك كل يوم دراما هيك. وقبل ما ننتقل للقصة رح نستضيف مخرج سينجل ماريد ديفورس إلي خليفة، خبرنا أكثر عن لانجاج سينماتوغرافيك اللي اعتمدته بالموفي. بونجور، أنا كتير انبسطت أنه نيبال فكرت فيه مشان هذا الفيلم، تسلينا كتير وبعتد عملنا فيلم حلو، لأنه كمان الكاست كان بعقد وسيناريو كان كتير مهضوم. في ستيل معين اعتمدته على نيفو دو ليماج؟ أكيد، يعني هو الفيلم حلو لأنه في كتير مشاهد بتضحك كتير، وبعدين بين الضحك نصل لمشاهد أكتر جدية وأكتر مؤثرة إذا بدي. ما في غير بتقلي روقي وانطري وحقتركها. على مين عم تضحك؟ نيبال، بالعودة شوي للكاست اللي اخترتوه بالموفي، هل هو كان من أصحابك بالحياة؟
في منهم ايه يعني دارين تعرفت عليا لما كنت عم بعمل كاستنج مشان قصه ثواني وبقينا ان كونتاكت اذا بدك من وراه، وكنت اوريدي عندي فكره هذا الفيلم وقلت لها عنه من وقتها. فلما خلصت السيناريو اوريدي دغري حكيتها وقالت لي ايه. ندى كمان كنا متعرفين على بعض و كنت كثير مبسوطه انه ندى كانت معنا. الوحيده اللي ما كنت بعرفها هي مروه خليل، لانه شفتها على المسرح كذا مره وحكيتها كرمال الفيلم. هي المجوزه مش عارفه كيف بدها تطلق، مطلقه ضايعه مش عارفه شو بدها تعمل، عازبة عم تفتش على عريس. لشو الزواج؟ نيبال انت سنجل ماريد او ديفورس؟ بالحياه او بالفيلم؟ بالحياه. لا بالحياه سنجل وبالفيلم سنجل، بس لا هو الاربع بنات ار سنجل. هيك اكدتي لي انه الفيلم عم بينقل واقع، ويمكن هالقد في من شخصيتك ومن حياتك انت على الصعيد الشخصي بالفيلم. هلا في كثير قصص بهالفيلم، في كثير اشياء صارت معي، كثير اشياء صارت مع عالم حوالي، بس هو الفيلم الاربع بنات هن سنجلز. ليان شعرات كثير حلوين، شو مغيره فيهم؟ ماشي زيتين شوي. لك عندك مغناطيس للمجدين؟ ليه ما بقول لك تشفت قليل ومش؟ ياسمينة من فيلم سنجل ماريد ديفورس تعقبالكم، ضيفتي لليوم بباب اب الممثلة دارين حمزة. أهلا وسهلا فيك عبر الـ LBC وقنوات رتانا. هاي أنجلا كيفك؟ دارين حابين نعرف أكثر عن دورك بالموفي. ياسمينة هي بنت لبنانية بالميد ثيرتيز وعم بتعاني مشكلة أنه هي بعدها منها مجوزة، بهيك مجتمع يمكن شوي بيضغط على المرأة تكون يعني بزواج، وشو بصير معها هي ورفقاتها بهيك حالة. في مواقف بتكون كوميدية، في مواقف درامية، فأكيد مش رح نحكي كل شيء عن الفين، بس هيدا الأجواء يعني. مش طايقته. مينو هيدا؟ الفيل اللي عندي. أول شيء أنا تالين، بنت كتير انديبندنت، عايشة مستقلة حرة، بتظهر مع مين ما بدها وقت اللي بدها، وبتقول لهم باي وقت اللي بدها. وما بتآمن بالعلاقة وبتخاف من العلاقة، العلاقة العاطفية، فبتوصل لمرحلة بتتعرف على حدا وأبدا ما حدا بيتوقع أنه ممكن تنغرم فيه فبتنغرم فيه. هيدي هي شخصيتها. كيف عم تلاقي اوفرول السينما اللبنانيه، سينما بلبنان خاصه؟ انا ملاقي انه في تحسن كثير 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 كبير، وحتى لو في اشياء كوميرشال هيدا منه عاطل، بالعكس هيدا بلس للسينما، لانه حتى هول الكوميرشال كثير بعدين بعد 20 30 سنه بكره رح تشوف رح يكونوا باللايبرري تبعنا، لانه العالم بحاجه لهيك، وهن اصلا من الباس تبع النهضه تبع السينما اللي بلبنان، فما فينا ننكرهم. من ميله ثانيه في اكيليبر بالانس بين الكوميرشال والارتستيك والجماهيري والسينيفيل، يعني هالخليط من الافلام السينما هيدا عم بيقدم السينما اللبنانية لقدام. نحن منفصلين بس بعدنا عايشين سوا. لا نحن منفصلين بس بعدني بسافر مع مرتي. لا احلى وحده، نحن منفصلين بس لسه بنظهر على كل الظهرات سوا. لا لا فيها نحن منفصلين بس ما حنطلق كرمال لولا. حرام كيس المنفصلين. بنقولكم هابي نيو يير. يس كل سنه وانتم بخير. كل يوم نسوق برواق ونحترم غيرنا وعم بيسوق، وهذا المسج الوحيد اللي بدي اوصله ب 2015 صراحه. هلو انا ندى ابو فرحات، تابعوني ب بوب اب. هاي ذيس از اولغا كورلينكو، يو واتشينج بوب اب. رح نعمل هلا جوله على التوب 5 موفيز لل 2014 من حيث الايرادات على شباك التذاكر باليو اس والعالم. رول كاميرا. كمان من الأفلام اللي ناطرينا بمنتصف 2015 The Age of Adeline، اللي جمع الممثل الجذاب بلايك لايفلي والنجم الكبير هاريسون فورد. The New Year's Edition من بابا بتتابع لما نرجع بعد البريك، ما تروحوا لمحل، رجعين بعد دقايق قليلة. أتمنى عيد سعيد لكل الجمهور اللي عم يتابعنا من العالم العربي. كارلوس ميري 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 كريسمس اند ذا بيست، ان شاء الله سنه جديده. تابعوا كل اخبارنا على برنامج بوب اب. مارك عبد النور معكي بوغستن. بدي اقول لجمهور بوب اب كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بمناسبه الكريسماس وعيد راس السنه سعيد ماروح. اتمنى تتابعوا اخباري على بوب اب LBC وقنوات روتانا. تابعوا اخباري على برنامج بوب اب دره. مين اللي كانوا البيست دريس سيلبرتيز لل 2014 واللي استحقوا لقب فاشينيستا والموست ستايلش سيلبرتيز؟ ليتس هاف ا لوك.
النجمات اللي كانوا على لائحة البيست دريس للعام 2014 كتار، ولكن اللي برزوا هن تايلور سويفت اللي تألقت على مدار السنة وخاصة بحفل الجراميز بفستان رائع من جوتشي، اللي كمان لبس بليك لايفلي بحفل ميت غالا. أما الممثلة ديان كروغر فكانت دازلينج بالأوسكار بارتي بفستان من فالنتينو كوتور. وجي لو اعتمدت عدة دارينج لوكس بال 2014 ومن أوتفيت من أتوليه فيرساتشي لحفل الفاشن روكس. أما النجمة لوبيتا نيونغو فكانت الفاشن ريفيليشن بحفل الجولدن جلوبز بعد ما اختارت سوبر دريس من تصميم رالف لورين. ومين منا ما بيحب الفاشن ستايل الخاص بجيسيكا ألبا اللي كانت absolutely ravishing على مدار السنة واللي لفتنا نظرنا فستان من تصميم زاك بوزن شيك اند سيمبل. أنجلينا جولي استوحت من فيلم مالافيسنت وارتدت فستان أسود على البريمير من تصميم دار فيرساتشي. أما ريهانا اللي صدمت الكل بعدة لوكس فكانت جدا رائعة بفستان أصفر من مجموعة ألكساندر فوتييه. بالنسبة لتشارليز تيرون كلمة كلاسي أو كلمة إليجنت كتير قليلة عليها، فكانت رائعة بفستان أسود من مجموعة دياغ ارتدته على حفل الأوسكار. ومن النجوم الشباب اللي تألقوا على ريد كاربت بال 2014 نذكر كريس برات، ماثيو ماكونهي، جون هام وراين رينولدز. الـ 2014 كانت مليئة بالأخبار الفنية الحزينة والحلوة، كتار من النجوم تزوجوا وكتار طلقوا وسيطروا على عناوين الصحف من حول العالم. مين كانوا الستارز اللي شغلوا الصحافة بأخبارهم؟ منشوف سوا. سنة 2014 فينا نقول أنها كانت سنة كيم كارداشيان بامتياز، وفينا نسمي كيم بملكة التابلويدز الماجازين كوفرز والباباراتزي. فخلال 2014 تبعنا أخبارها نون ستوب، ابتداء من زواجها من كاني ويست وصولا لصورها على أغلفة المجلات اللي عملت ضجة وأثارت جدل وين ما كان بالعالم. بال 2014 كريس مارتن وغوينيس باثرو انفصلوا عن بعضهم، وشفنا مارتن لفترة صغيرة مع جينيفر لورنس قبل ما يقرر كل واحد منهم يمشي بطريق. بالنسبة لجيزي وبيانسي كترت إشاعات انفصالهم عن بعضهم اللي يمكن كانت مجرد إشاعات وأخبار صحف لا أكثر ولا أقل، بس الكل تسأل إذا هالشي كان مظبوط بعد المشكلة اللي صار بين سولانج اختلى بيانسي وجيزي. هاكل حال هالموضوع صار من الماضي، ومنقول مبروك كمان مرة لسولانج نولز اللي تزوجت من آلان فيرغسون وتعرضت لطفرة جلدية بليلة زفافة. أوبس. من البريك أبس للعام 2014 مارايا كاري ونيك كانون، جيسون ديرولو وجوردن سباركس، جي لو وكاسبر سمارت، تاورا وكالفن هاريس. بال 2014 إن ألف مبروك لسكارلت جوهانسون اللي تزوجت من رومين دورياك. وأبرز ويدينج فكان طبعا زواج جورج كلوني من أمل علم الدين، وقامت لأيامة وما قعدت بالصحف العالمية اللي لحقت أخبارهم من أول لحظة ولغاية زواجهم بفينيس. أما من الأخبار الحزينة اللي تبعناها بال 2014 رحيل عدد من النجوم إن كان بالتمثيل الغناء أو الموضة، ومنهم الممثل روبن ويليامز، المصمم أوسكار دولارينتا، فاشن كوين جان ريفرز شحرورة لبنان الصبوحة، الممثل فيليب سيمور هوفمان، النجمة الكبيرة لورين باكول، والإعلام الأمريكي اللبنان الأصل كيسي كيسم. نجم كالفن هاريس تخلى عن ريتا أورا وكمل حياته وكأنه ما صار شيء، وحقق نجاحات متتالية أو باك تو باك هيتس، وأخيراً كان أغنية جديدة جمعته بالمغنية إلي جولدينغ وعنوانها أوتسايد. خلونا ننضم هلأ لقلو بجولة خلف الكواليس على موقع تصوير الميوزك فيديو لهالأغنية اللي حققت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب وعم تنعرض على كل الميوزك شانلز. بنهاية حلقتنا الخاصة من بابا بنيو يير، أنا وفريق العمل ببابا بالكاميرامان رامي زغيب، البروديوسر كيسي والمخرج جوجا جورا، حبينا نتمنى لكم سنة مليئة بالصحة الفرح والنجاح، ومنقلكم نحن وفريق أبا هابي نيو يير. أنا برجع بشوفكم السنة القادمة. تشاو فور ناو.